لقد أمر ترامب نائبه بالخروج من مكتبه ليجري مكالمة خاصة مع الرئيس الروسي بوتين أوائل الشهر الجاري. تفاصيل وردت في كتاب الإعلامي الأمريكي بوب إدوارد الجديد الحرب، وفق ما نقل موقع أكسيوس الأمريكي، في اتهام علني للمرشح الجمهوري باختراق قانون لوغان. فهل حقا تجاوز ترامب القواعد؟ وما هو هذا القانون؟ قانون لوغان هو بمثابة قاعدة تحظر على المواطنين غير المخولين التفاوض مع حكومات أجنبية لها خلاف مع أمريكا، تحت شعار عدم التقليل من قدر حكومة الولايات المتحدة. وهو قانون أقر في عهد الرئيس الأمريكي جون آدمز قبل أكثر من 200 عام، بعد حادثة تواصل جورج لوغان عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السابق مع الحكومة الفرنسية عام 1798 دون أن يحمل صفة تخوله ذلك. منذ إقرار القانون لم يتعرض أي شخص للإدانة بموجبه، رغم أنه جرى رفع قضيتين تبعاً له، الأولى عام 1803 والثانية سنة 1853. ووفقاً لخبراء تحدثوا لموقع أكسيوس، فإن انتهاك ترامب يعتمد على محتوى المكالمات، وما إذا تطرقت حقاً لمحاولات تقويض سياسة الولايات المتحدة تجاه روسيا. ومع هذا فإن ترامب قادر على الدفاع عن نفسه إذا ما استجوب رسمياً بهذا بموجب التعديل الأول من الدستور الأمريكي الذي يحمي حرية التعبير. يكثر الحديث عن علاقة بين بوتين وترامب قبيل الانتخابات الأمريكية، حيث من المعروف بأن علاقة ودية تجمع الثنائي، ويفضل بوتين نجاح المرشح الجمهوري في الانتخابات بما يخدم مصالح موسكو. كما أن كتاب الإعلامي الأمريكي بوب إدوارد الجديد الحرب تحدث عن 7 مكالمات أجراها الثنائي منذ مغادرة ترامب للبيت الأبيض 2021، وبأنه أرسل معدات اختبار لكوفيد 19 إلى بوتين من أجل الاستخدام الشخصي في بداية الوباء عام 2020.